رحلة حياة بين الفن والإعلام. نلتقي بسيدة تنتمي لعائلة مصرية عريقة. الأب رائد كبير من رواد الفن والموسيقى، رب أبنائه وبناته على حب الفنون وشجعهم على تكوين أشهر فرقة موسيقية عائلية عرفها المصريون. الدكتورة ميرفت أبو عوف، أستاذ الإعلام وخبيرة فنون الاتصال. أنا مش عارفة أعبر لحضرتك عن سعادتي بجد، يعني أنا بقالي كتير قوي بطلع في لقاءات عمري ما كنت جاية اللقاء وأنا سعيدة وفخورة كده. عن الإعلام والسوشيال ميديا والأخبار المضللة. طب تفتكري وسائل التواصل الاجتماعي حالياً ساهمت في هذا الاتجاه اللي هو مضاد للفن حالياً؟ الوسائل التواصل الاجتماعي ليها ميزات عظيمة كلنا نتمتع بيها، إنما الحقيقة هي سلاح ذو حدين، وأنا دايماً بقول إنه فيها تانل كده ضلمة، إحنا لازم نبقى على وعي بيها، طالما بقينا على وعي بيها هنتجنب شرها. ممكن نعمل إيه عشان نقلل من آثاره الضارة؟ الوعي، ما يسمى بالثقافة الإعلامية أصبحت حتمية، أنا محتاجة أعرف أتأكد من الخبر. وإزاي أتأكد من أنه الخبر ده مصدره موثوق منه؟ عن شخصيات ملهمة ومحطات مضيئة في حياتنا يدور حديثنا اليوم بمصر. صفحة جديدة من كتاب الإبداع في حديث العرب من مصر، غداً 7 مساءً على قناة مصر الأولى.